ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. فيديو جديد، وفيديو النهارده هعمل لكم ريفيو عن مجموعه دكتور روشيل بفيتامين سي. دي المجموعه يا بنات، دي شكلها. اول حاجه الشيت ماسك بتاعهم، بعد كده الكريم بفيتامين سي بتاعهم، واخر حاجه السيرم بتاع فيتامين سي بتاعهم. برضو هكلمكم عن حاجه حاجه. اول حاجه هكلمكم عنها هي الشيت ماسك. الشيت ماسك دوت هو بفيتامين سي، يعني مكتوب عليه ان هو لاشراقة الوجه، كمان ضد الشيخوخه. طبعا هو ولا اي حاجه من الكلام دوت، غير ان هو شيت ماسك مرطب. يعني لو انت عندك مناسبه، قبل عندك مناسبه ممكن تحطيه قبلها بيوم، هيبقى حلو جدا معاكي، هيرطب بشرتك وترطيب كويس كمان. تمام، هي دي كل فكره الشيت ماسك، مش بس بتاع دكتور روشيل، لا ده اي شيت ماسك نفس الكلام، مجرد ترطيب وقتي مش اكتر من كده، مش علاج، مش حاجه اساسيه اصلا عند كل بنت. الشيت ماسك ده سعره كان 30 جنيه اهو، فكان شيت ماسك حلو مرطب بشرتي كويس وعادي جدا يعني. تمام، تاني حاجة بقى هو الـ الكريم المرطب بتاعهم. هو مكتوب عليه ان هو ترطيب عميق جدا، مضاد للشيخوخة. طريقة استخدامه، بعد ما تحطي الغسول بتاعك يعني تغسلي وشك، بتحطي كمية مناسبة على بشرتك وتسيبيه لغاية لما تشرب تماما، فبيدي ترطيب كويس. هو فيتامين سي، حجمه 50 ملي. هوريه لكم دلوقتي من جوه، دي شكل العلبة اهيت. انا عايزة بس اوريكم الباكج بتاعه. بصوا الباكج، بصوا شكل الباكج. الباكج شكله محترم جدا جدا جدا، كمان حلو قوي. طيب تجربتي ايه معاه؟ بجد يا بنات الكريم دوت ترطيبه عميق جدا جدا جدا، احسن انواع كريمات المرطبه لغايه دلوقتي جربتها. ريحته ريحه برتقان، يعني هو اللاين كله نفس ريحه بالظبط. بيجي معمول عليه البلاستيكه دي، طبعا دي حاجه كويسه تحفظ المنتج. انا كده داخله في اكتر من شهرين بستخدمه، ممكن اكتر كمان. بصوا مخلصه تقريبا ربعه اهوت. هوريكم دلوقتي القوام بتاعه من جوه، قوامه كده زي الجل كده، بيتشرب في ثواني يا بنات، في ثواني. ترطيبه عميق جدا جدا جدا. لو انت عايزه كريم مرطب ترطيبه عميق للدرجه دي، فانا بنصحك جدا بالكريم بتاع دكتور روشيل بفيتامين سي. ترطيبه حلو قوي قوي قوي، ممكن تقعدي بعد ما تحطي الكريم المرطب من 3 ل 5 دقائق حاسه ان بشرتك ملزقة سيكة كده شوية. تمام، بس بعديها على طول عادي البشرة بتتشربه تماما، بيديش احساس بقى خالص التلزيق او الاحساس دوت اللي بيضايق. حلو جدا جدا في ترطيبه، حبيته قوي. هو دوت من ضمن روتيني بتاع حتى الصبح وبتاع بالليل، فحلو قوي. وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو بجهز لكم روتيني الفترة ديت بتاع المسائي والصباحي، وهشارك معاكم الروتين دوت، نشاركه مع بعض ان شاء الله. وكمان بجهز لكم فيديو مشتريات هينزل على القناه الثانيه مش على القناه ديت، فاستنوه بقى ان شاء الله هينزل قريب. المهم نرجع لموضوعنا، فهو حلو قوي 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 الكريم دوت، وانا بنصحك تجيبيه. زي ما قلت حجمه 50 ملي. سعره كام؟ هو سعره انا كنت جايباه ب 140 جنيه. تمام، للاسف ما روحتش جبته من نفس المكان اللي جبت منه السيرم، لان انا جايبه السيرم ارخص من كده بكتير، وهقول لكم دلوقتي سعره كام. بس هو بيتباع من اول 100 لغايه 180 كمان، فكويس وحلو. طب يا كوكي ينفع لاي نوع بشره؟ هو ينفع، مكتوب ان هو ينفع لجميع انواع البشره. تمام، بس انا بقول لك لو انت بشرتك دهنيه او مختلطه هتحطي منه حتت صغيره خالص، لان هو ترطيبه جامد جدا جدا كمان. تمام، لو انت بشرتك جافه هتحطي حته اكبر من الحته الصغيره اللي بتوع البشره الجافه، بتوع البشره الدهنيه حطوها برده، لان ترطيبه جامد جدا. وكمان ان احنا في الصيف، فمش محتاجه الترطيب اللي هو الفظيع قوي ده. فهو بجد حلو جدا وعجبني جدا الفتره دي، وان شاء الله هيطلع من مفضلاتي. فده كان اول حاجة. تاني حاجة اقصد جربتها من دكتور روشيل اهوت بفيتامين سي. اخر حاجة جربتها من
من الماركة دي، كانت السيرم بتاع الدكتور روشيل برضو بفيتامين سي. ده شكله اهوت، هو السيرم دوت برضو مكتوب عليه نفس الكلام، مضاد للشيخوخة وبيعمل على اشراقة البشرة والكلام دوت. حجمه 100 ملي، حجمه كبير جدا جدا جدا. اوريكم دلوقتي شكله، بصوا ده شكله، بصوا انا مخلصة منه اهوت لغاية هنا تمام. السيرم من جوه مش خفيف ومش تقيل يعني، او هو مايل اكتر لان هو يكون سيرم خفيف اهوت. حلو قوي، عجبني جدا يا بنات. دوت انا كنت جايباه ب110 تمام اهوت، كنت جايباه معاكم في فيديو مشتريات قبل كده. حلو قوي، عايزه اوريكم القوام بتاعه، بصوا سيرم كده بيدي ترطيب حلو قوي قوي قبل الكريم المرطب بتاعه. يعني انا بعمل ايه، بغسل بشرتي بالغسول عادي جدا، وبعد كده بحط التونر او مية ورد او مية البرتقال، وبعد كده السيرم، بعد كده الكريم المرطب تمام. ده الروتين اليومي. في بقى حاجات بعملها في وسط الاسبوع مختلف، هبقى اشارك دوت معاكم زي ما انا قلت لكم في الروتين بتاعي. المهم السيرم ده زي ما قلت لكم لا خفيف ولا تقيل، حجمه 100 ملي، سعره كان 110 جنيه. ينفع لاي نوع بشره يا كوكي، هو ينفع لجميع انواع البشره دوت بالذات، مفيش اي مشكله خالص. اللاين كله حلو قوي يا بنات، دي كانت تجربتي معاهم. الباكج حلو، انا حاسه ان يعني بصوا بصوا الكم بتاعه، انتوا متخيلين قد ايه؟ فحلو جدا جدا جدا، عجبني قوي قوي قوي. فبصراحه اي حاجه الماركه دي بتاعه دكتور راشيل هتنزلها، ابقى متحمسه جدا بعد ما جربت 3 منتجات من حاجتهم ان انا اجربها، لانها عجبتني جدا جدا جدا. انت ممكن تدوري عليه على سوق، ممكن تلاقيه بسعر ارخص من كده، فدوروا على الحاجات. بس هو حلو قوي 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 لغايه دلوقتي معايا. انا بقالي زي ما قلت لكم اكتر من شهرين بستخدمهم، علشان لما اطلع اقول لكم ريفيو يبقى انا بدي الريفيو بأمانة او ريفيو صح، عشان لو انت عايزة تشتري الحاجات ديت تبقي مكونة فكرة على الاقل عنها. دي كانت المجموعة كلها يا بنات، الشيت ماسك والسيرم والكريم المرطب بتاع دكتور راشيل اهو، عشان برضو لو انت عايزة تاخدي سكرين شوت. اهيت اهيت، بنصحك جدا تجربيها، مجموعه هايله 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 بجد يا بنات. بس كده يا بنوتات، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبك واستفدتي منه وطلعتي باي معلومه منه. حبيت اشارك معاكم تجربتي مع المنتج دوت او الماركه ديت، عشان كانت في بنات كتيره ومسجات كتيره جاتني عليها. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبك، ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني. باي باي.